نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ الشعب الجزائري بحلول شهر رمضان الفضيل، ويدعو إلى تعزيز أواصر التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع والالتزام بسلوكية الصائم واحترام البروتوكول الصحي في الفضاءات العمومية. وفي نفحات شهر الخيرات دعوات إلى الالتزام بسلوك الصائم والتحلي بخلق الرحمة بعيداً عن الإفراط والتبذير. وعبر الوطن، بيوت الرحمن تفتح أبوابها لجموع المصلين لأداء صلاة التراويح. ونتابع في النشرة: جهود تتضاعف لكسر جميع محاولات احتكار السلع والمضاربة في الأسعار. ومذبح عصري بأدرار. واستحداث بيوت بلاستيكية إضافية لزيادة الإنتاج الفلاحي بيتي بازا. نجاح أول عملية لاستئصال الأورام السرطانية على مستوى الرئة بتقنية المنظار بالمؤسسة الاستشفائية مصطفى باشا بالعاصمة. بداية وبمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الشعب الجزائري بحلول الشهر الكريم في خطاب وجهه أمس للأمة، مبرزا أن شهر البركات حل وبيوت الرحمن مفتوحة أمام جموع المصلين بعد الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها الجائحة. رئيس الجمهورية دعا إلى ضرورة احترام إجراءات البروتوكول الصحي في جميع الفضاءات العمومية واغتنام فرصة الصيام لتعزيز أواصر التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع والابتعاد عن السلوكيات السلبية. أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا العلي القدير أن يعيننا على حسن صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضاه. الحمد لله الذي من علينا بالمعافاة من وباء كورونا، مما يسمح بالفتح الكلي لأبواب المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح في جو من السكينة والطمأنينة. ولكن بضرورة مواصلة اليقظة والحذر في احترام إجراءات بروتوكول صحي في كل الفضاءات العمومية، كما أدعو إلى اغتنام هذا الشهر الفضيل لتقوية أواصر التضامن والأخوة المعروفة لدى الجزائريات والجزائريين، اعتزازا بقيام ديننا الحنيف وسيرة أسلافنا، وبالابتعاد عن الاستهلاك المفرط والتبذير في وقت أصبحت بلدان عديدة تعاني شح المؤونة وسوء التغذية وحتى المجاعة في ظل ما يعيشه العالم من تقلبات وتحولات عميقة. وعليه أحث إخواني التجار أن يكونوا رحماء بالمواطنين والمواطنات، وأن لا ينساقوا إلى الربح السهل على حسابهم. وفي الأخير أجدد تهاني الخالصة لكم ولكنا ولأبناء جاليتنا في المهجر بمناسبة شهر رمضان المعظم، وإنها لفرصة أن نستقي من معاني رمضان الصبر والقناعة والتدبير. كما يعبد الله بالورد، يعبد كذلك بالود والتراحم والتسامح. صح رمضانكم، كل عام وأنتم بخير. عاشت الجزائر حرة سيدة أبية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يحل الشهر الفضيل وبيوت الرحمن مفتوحة أمام جموع المصلين بعد جائحة صحية فرضت إجراءات وقائية استثنائية. ومع نفحات شهر الصيام انطلقت أمس صلاة التراويح عبر مساجد الوطن. العينة من العاصمة في هذه المتابعة لملك درحمون. هكذا كانت الأجواء في أول يوم من صلاة التراويح لهذه السنة، قلوب فرحة بقدوم الشهر الفضيل وتعتبره مميزا مقارنة بالسنة الفارطة. اليوم بدينا صلاة العشاء وإن شاء الله مرة صلاة التراويح، الحمد لله أنا فرحانة كي ونحو التباعد. هذا العام نحى كل شيء، حس هذا رمضان حيكون خير. اللهم اجعله ليلة مباركة واجعل هذا الشهر المبارك، اللهم ارزقنا الخير، اللهم اجعل بلادنا هذه بلادا طيبة. ونتمنى لكل الشعب الجزائري إن شاء الله يصوم في الرخاء والهنا والإطمئنان. الأجواء داخل المساجد كانت مميزة، خاصة مع عدم فرض التباعد الجسدي بعد تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا. نشهد في هذه الليلة على المباشر إقامة صلاة العشاء، وبعدها إن شاء الله تعالى نحيي شعيرة صلاة التراويح في هذه الليلة المباركة. وهذه السنة تتميز صلاة التراويح بعودة ترص الصفوف بعد ما صلينا العام الماضي بالتباعد على قدم من وساق لتحضير هذا الموسم هذا الرمضاني هذا، ولإحياء لياليه وصيام نهاره. وباجتهاد كبير هيئنا يعني قفة رمضان. شهر رمضان هو فرصة للتقرب من الله عز وجل والحصول على رضوانه، وذلك سيكون من خلال صيام رمضان وقيام الليل إيمانا واحتسابا. ولشهر الفضل والبركات رهان قبول يكسب عند الالتزام بسلوك الصائم وأخلاقية الصوم. هشام سعدودي. ككل عام يحل علينا الضيف المنتظر ببركته ونفحاته، أفضل الشهور رمضان عظيم الفضل والمنن. وقد علمنا الشيخ أحمد سحنون رحمة الله عليه، قال رمضان هو خير ميدان لتسابق أهل الإيمان، فلننظر كيف نكسب الرهان في هذا العام حتى لا يكون صيامنا جهدا بلا فائدة وشجرة بلا ثمرة. البعض من الصائمين يصدر عنهم سلوكيات سلبية وتصرفات تتنافى مع أخلاقيات شعيرة الصوم وحرمة الشهر الفضيل. هؤلاء نطلب لهم إن شاء الله رب العالمين يهديهم ويبصرهم بعيوبهم قبل ما يعرفوا عيوب الغير. الصوم يهدي الإنسان. الإنسان لازم يجتنب الغضب كما قال لك، يخسر الإنسان حتى على السلوك تاعو تتبدل لما يكون غضبان. للصوم أخلاقيات وآداب وجب أن يتحلى بها الصائم ويلتزم بها. يعلمنا حسن الكلام، فالمسلم لا يكون بذيء اللسان ولا يكون سيء الأخلاق. فكذلك الصوم يعلمنا الصبر، كذلك الصوم يعلمنا نعم أن نقدر نعم الله تعالى. هي فرصة من أجل الإسراف في الطاعات والتبذير في كسب الثواب. الله أكبر. وليس شهرا للكسل والملذات وكثرة الطعام والسهر. ومن منابر بيوت الله تعالت الدعوات للتحلي بأخلاقيات الصيام وتفادي التبذير في شهر الرحمة والتكافل. يوسف طافر. بالحي العتيق بلوزداد نحن في مسجد صلاح الدين الأيوبي. درس الإمام محمد عبد النور بهياني كان التبذير في الشهر الفضيل. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ولا تبذر تبذيرا، شهر رمضان الكريم هو شهر الفضيلة، شهر الطاعة، شهر القربة من الله سبحانه وتبارك وتعالى.
ولا من هدي العقل السليم أن الإنسان يبذر في شهر رمضان فيكثر من المآكل والمشارب وغيرها حتى يرميها في القاذورات أكرمكم الله. فالمائدة الرمضانية الحقيقية هي القرآن الكريم، هي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هي التزاور، هي التراحم، هي التوبة، هي العودة للصراط المستقيم. احنا كمختصين نقول عدم الإكثار في كل حاجة، خاصة لما نتكلم عن المرضى المصابين أمراض المزمنة، ممكن ليكسيد سكر، مهم الناس اللي راهي كونسومي بزاف الخبز اللي تشري حتى وما تستحقوش. والمنصوح هنا كما نقولوا من الجانب الصحي وأنه عدم الإكثار، إذا زاد شيئا حده انقلب لضده. ربي يهدينا ويهديهم إن شاء الله. اللهم يا رمضان كما قال لك، رمضان شهر، رمضان شهر التوبة والغفران والقرآن، ماشي تشري 20 خبزة وبعد ترمي 30 تلقاهم برا ياك واللهف. الإنسان اللهم رمضان ما بدا والمحبة، تسامح، تراحم. تسمع التبذير شغل مام الله تعالى قالنا حرام، شغل ماشي مليح تبذير، ماشي مليح تبذير بزاف. سيدنا رمضان الناس تشوف بعينيها وتاكل بعينيها، ولازم في هذا رمضان الانسان يدير القناعه في قلبه، وكما يقولوا الانسان ما على بالوش واش راح يصرى من الغدوه، ولا يموت ولا يحيا ولا هكذا، الانسان يشري على قيسه وياكل قيسه باش ما يكونش تبذير. هو شهر الغفران، شهر الفرقان، تقبل منا الله الصيام والقيام. وفي أول أيام الشهر الفضيل بدأ التغير في السلوك الاستهلاكي واضحا لدى المواطن. إكرام قاضي تجولت في أسواق العاصمة وتقصت الإقبال الكبير على اقتناء مختلف المواد الاستهلاكية منذ ساعات اليوم الأولى. يقرع رمضان أبواب الجزائريين ومعه تزيد الحركية في الأسواق وتتغير السلوكيات ليتضاعف الاستهلاك بعيدا عن القناعة وحسن التدبير. علاش ياكل ويرمي؟ دوك انا نهبطش نشري 10 خبزات، ناكل واحدة و 9 خبزات نرميهم. اسكتي سي نورمال. انا ننصحهم ما يبدلوش، باسكو كيما يقولوا التبذير من الشيطان. من جهتي انا ما نشريوش نسحق. رمضان راه شهر، راه 30 يوم ماشي نهار ولا، يشري اليوم شويه غدوه شويه. شهر يتسابق فيه البعض لتزيين الموائد باشهى الاطباق، لكن جوهره نفحات ايمانيه خالصه. هذا شهر الرحمه، شهر العباده، نقول لهم ما يبذروش، التبذير ماشي مليح. قيس قيس، يشري قيس ما ياكل، علاش يشري وما يرمي؟ شهر رمضان مرآة تعكس سلوكات المسلم الصائم، لابد فيه من مراجعة النفس لكسب رهان القبول. من جهته الزميل محمد عياشي وقف على وفرة مختلف المنتجات من الخضر والفواكه بسوق الجملة ببوفاريك. تباينت أسعار الخضر والفواكه هنا بسوق الجملة لبلدية بوفاريك. البطاطا 12000، البسباس نصو 5 طروامين ما يهمش، الطوماطيش دارت 10000 9.5، الجلبانة 16، الكرنون كاين ب 12000 كاين تاع 5000. سنة رمضان جا في وقت اللاكس تاع السلعة، سلعة كاينة كل خير كاين نورمال. كاين السلعة كاين الله يبارك، كاين شلاضة طوماطيش، كاين القرعة، كاين كل حاجة كاينة. على عكس الخضر الفواكه في سوق الجملة تبدو قليلة، فهل هذا هو السبب لارتفاع أسعارها؟ الفواكه راهي كاينة ندرة شوية في المنتوج، دوك خاطرش رانا في بيريود المنتوج ناقص بزاف، سما التشينة راهي تخلص، التفاح راهي يخلص، سما راهو كاين العرض اسمه طالب بزاف على العرض. اسمع عليك طلعت الاسعار بزاف هذا الوقت هذا بالذات. وتبقى الجهود متواصله لاحباط مختلف محاولات الاحتكار وكسر سلسله المضاربه في الاسعار. ولتوفير اللحوم الحمراء باسعار معقوله واحباط محاولات المضاربه، استفادت ولايه أدرار من مذبح بلدي جديد بمقاييس عصريه. وهيبه مزوج. يعتبر هذا المشروع لأحد الخواص الأكبر والأهم على مستوى المنطقة لتموين أسواق شمال البلاد، خاصة خلال الشهر الفضيل. نبارك لهذا المولود الجديد اللي تحل جديد هنا في أدرار، اللي هو هذا المذبح، واللي فتح لنا أفاق ومناصب شغل كبيرة في المنطقة. كنا مقبونين في المذبح، كنا في مذابح قديمة مش متطورة كما هذا، كنا مقبونين ياس، والحمد لله دوكا رانا نخدموا خير وبركة ونخدموا ريحين الحمد لله. كنا نطالبوا بصح كنا نشوفوهم حلم، اليوم أصبح في عيل مكان
واصبح مدشن. القائمون على المذبح يسهرون على توفير لحم محلي طازج مع مراعاة شروط النظافة باستعمالهم تقنيات جد حديثة. لذلك عنده سعة إنتاج أكثر من 60 طن يوميا، من هنا يمكن أن تنطلق اللحوم نحو مختلف الولايات الشمال. هذا اللي بدينا العمليات اللي بدينا فيها اليوم ممكن مع الشركة الجزائرية للحوم اللي دارت معنا عقد لتوريد لمختلف ولايات الوطن. تموين المناطق الشمالية باللحوم هذه من السنة الماضية كنا من ولاية الأوائل، وهذه تدخل في صلب تعليمات وأوامر السيد رئيس الجمهورية وتدخل في مخطط عمل الحكومة. حوالي 3800 طن ستمول بها الولايات الشمالية من لحوم حمراء يعني في إطار شهر رمضان. العملية ستساهم في خلق حركية تجارية حقيقية بين الجنوب والشمال. إنه شهر البركات وفيه كل الخيرات، ومعه يشهد الإنتاج الفلاحي بولاية تيبازا وفرة وجودة بفضل تقنية الزراعة في البيوت البلاستيكية. آية دحو. وسط هذه الحقول الخضراء بمدينة شنوة يتفقد هشام كل صباح ما جادت به مستثمرته الفلاحية. نفتحوا البيبان وندوروا على الشتال داخل ونشوفوا واش يخص واش ما يخصش، ونعطولها الماء. عندنا هذا خيار ومن هيك كاين طوماطيش، وهذا يا شوفلور. محاصيل زراعية ذات جودة. الكورجيت هذه ولادة، نقلعوها نهار بنهار وان شاء الله تكون مليحة، والنوعية ان شاء الله تكون اكثر ما اكثر. رانا واسمو غارتين طوماطيش الخيار كورجيت البصل. عندنا 1600 قطار تاع بيوت بلاستيكية، أغلبها متمركزة بالناحية الغربية للولاية على مستوى الداموس ومناصر. بالنسبة للإنتاج راهي كاين بعض البيوت البلاستيكية اللي راهي بدأت تنتج. الأمطار الأخيرة سيكون لها تأثير على وفرة المنتوج الفلاحي وتموين السوق الوطنية، ما سينعكس إيجابا على استقرار الأسعار. في التنمية المحلية وقصد فك العزلة عن المناطق النائية وترقية المستوى المعيش لسكان ولاية برج بعرريج، دخل عدد من المشاريع حيز التنفيذ في مختلف القطاعات دفعا بعجلة التنمية بالولاية. نور الدين بن عابسة. قبل سنوات عاش هذه المناطق بتاق العيت معاناة التزود بالماء، لكن مع وضع حيز الخدمة لنقب مائي اتخذت المياه مجاري البيوت لفائدة 1200 مستفيد من سكان قرية السراء. كان عندنا عين نتاع دوار وبالبيدون واش يجيك وهزمة يعني أزمة كبيرة يعني مش ذكرنا الحمد لله. جبنا سنوات وإحنا حشاك على البهيم ونجيبهم من غيلاسة نجيبوا نحشموا في ربيعك منه ومن اليوم الحمد لله يعني يكون كملنا الفراج هذا. كنا حشاك نقلوا على الذواب نقلوا على بالترتكور بالكاميو، صح اليوم الحمد لله كنا نعاونوا نقولوا نزيدنا فراج اخر. فوضى الربط بالكهرباء داخل احياء غيلاسة وضع لها حد بانجاز توسعة. وكان التزود بطريقة غير شرعية بحيث كل بيت يمرر سلك للبيت المجاور، وهذا كان مخلي الطاقة ضعيفة في البيت. الحمد لله أن الدولة سمعت الانشغال تاعنا واستجابت بأن زودتنا بطريقة رسمية وبطاقة عالية. وهذه الطريق التي كانت تشهد حوادث مرور مميتة بين غيلاسة وبرج غدير تغيرت ملامحها وأصبحت مزدوجة ومعبدة، وفي محيطها إنجاز يقيها من الفيضانات. الطريق هذه كانت واحدة فريدة تمر معها عربة فريدة، مثلا شاحنة ولا طوموبيل ولا كذا ولا أخر يتوقف ليه ولا أخر ليه. الآن الازدواجية عريضة يفوتوا السيارات أربعة منا ولا من هي. كانت لولي زاكسي دوينا بزياف، ما مش راح نقول لك والله غانا حاو أزمة كبيرة وحاجة مليحة. دي برسونس رانا حمدي ربي الحمد لله. هي التنمية التي غيرت وجه المناطق الريفية ببرج بوعريريش.
كما تم بولاية سوقهراس ربط المناطق النائية بشبكتي الغاز الطبيعي ومياه الشرب، بالإضافة إلى إنجاز عدة مشاريع لفك العزلة عن سكان هذه المناطق. أيمن شكيري. 404 مساكن من مختلف مشاتي بلدية المراهنة، بالإضافة إلى 40 مسكن من مشتة الزاوية ببلدية سيدي فرج، تم ربطها بالغاز الطبيعي. هذه قضية الغاز كنا نمشيتها كلها مهزوزة، المشتة هذه تاعت نتاع سيدي صبر هذه مهزوزة خلاص، شكينا عاونا الحق رئيس دار عاونا، هو اللي عاونا مع الوالي وعطونا الغاز والحمد لله. كنا بلا غاز يعني باش تروح تعمر قرعة غاز وتجي وترونسبور واحد وساعات الشتاء وحاجة، درك رحمة ربي هكا كان يعني شفتوها يمشي رحمة ربي. ولاية سوقهراس التي حققت نسبة عالية في الربط بالغاز الطبيعي تسعى إلى إيصال هذه الخدمة إلى جميع السكان في الأرياف كما في المدن. بلدية المراهنة راي 98% مربوطة بالغاز الطبيعي الحمد لله، والشي اللي باقي إن شاء الله رحنا راح نقوم به ونهزوه به الاعتبار تدريجيا في البرامج المستقبلية. أما بالنسبة لتغطية الكلية لولاية سوقهراس بالنسبة لغاز طبيعي، احنا اليوم في أكثر من 85% من الربط بالغاز الطبيعي لهذه الولاية. وفي إطار البرامج التنموية الخاصة بالمناطق الريفية بدائرة المراهنة، استفادت بعض القرى والتجمعات السكانية من إعادة تأهيل المسالك وتوزيع شبكة المياه الصالحة للشرب، وكذا إنجاز شبكة الإنارة الريفية بالطاقة الشمسية. قرية تقرنبيت بولاية تمنراس استفادت هي الأخرى من مشاريع تنموية جديدة غيرت وجه المنطقة. هارون لوميدي. هو الطريق البلدي الرابط بين ولاية تمنراس وقرية تاقرنبيت على مسافة 14 كيلومترا، مشروع سيفك العزلة عن قاطن هذه القرية والقرى المجاورة لها. الطريق هذا أن نفك العزلة فعلا وفتح آفاق نتاع تنمية واعدة، وثاني بين ياسر ناس مثلا من تمنراس أنه عرفوا أنه كاينة قرية. أنا يعني بالنسبة للطريق هذه يعني نعمة كبيرة، نعمة من عند الله والموافقة من عند السلطات، يعني عينا نطربوا عليها. أهم شيء ديرنا الطريق، والحمد لله دروك الطريق بيننا نحن وتمراست، الحمد لله نعمة كبيرة، الحمد لله على شكره. كما تم ربط القرية بخزان مائي بسعة 500 متر مكعب لتزويد السكان بماء الشرب. كاين الشاطئ هذا نتاع المياه قيد الإنجاز، مازال ما كملش المشروع، وان شاء الله نتمنى يكمل المشروع باش يستفادوا منه السكان. تقرب بيت درنا لها زياره، كان عندهم طريق منعدمه درنا لهم 13 كيلومتر ودرنا راكو شتوها، درنا لهم المياه الصالحه، درنا شاطو دو تحفه وزدناهم طريق بالمدرسه من خروج المدرسه حتى للطريق. مثل هذه المشاريع التنموية ستمكن من رفع الغبن والمعاناة عن ساكنة هذه المناطق بولاية تمنراس. صحيا، ولأول مرة ينجح فريق طبي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في إجراء أول عملية جراحية عن طريق المنظار لاستئصال سرطان الرئة. العملية من شأنها الإسهام في ترقية الصحة العمومية. وهيبة هوام زيدات. هي أول عملية جراحية لسرطان الرئة تتم بتقنية عالية وتكلل بالنجاح. العملية بالمنظار هو الجانب العصري للجراحة الصدرية. في السابق كانت تجرى هذه العمليات عبر فتحة شقة كبيرة بحوالي مقياسها 10 إلى 12 سنتيمتر، والآن من خلال فتحتين أو ثلاثة لا تتجاوز مقياسهم السنتيمتر الواحد نستطيع أن نقوم بنفس العملية. الفريق الطبي المتخصص في جراحة الصدر القلب والأوعية، وبعد استفادته من الخبرة الأجنبية في هذا المجال، يحقق نجاحا غير مسبوق. قمنا بأول عملية جراحية لنزع سرطان الرئة، une lobectomie inférieure avec un curage ganglionnaire بدون فتح إلا بالمنظار، وهذه أول عملية تجرى عبر القطر الوطني بدون مساعدة أجنبية.
ولأن ترقية الصحة العمومية في صلب اهتمامات الدولة، كان لابد من توفير هذه التقنية العالية خدمة للمواطن. دوليا، وفي الشان الفلسطيني، استشهد مساء أمس 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في محافظة جنين شمال الضفة. تأتي هذه العملية بعد ساعات من استشهاد شاب فلسطيني آخر في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال مظاهرات منددة بالتوسع الاستيطاني. هذا وتكثف قوات الاحتلال منذ أيام من وتيرة استهدافها للفلسطينيين العزل في مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة. في تطورات الوضع في أوكرانيا، يشرع غدا المبعوث الأممي المكلف بالشؤون الإنسانية مارتن غريفيت في زيارة إلى موسكو وكييف لبحث سبل وقف إطلاق النار بين الطرفين. يحدث هذا في وقت اتهم فيه الكريملين الجانب الأوكراني بتعطيله لمسار المفاوضات على إثر هجوم لمروحية أمس على مستودع للنفط بمنطقة بيلغورود الروسية، وهو ما لم تنفه كييف. تطورات تأتي تزامنا مع انعقاد القمة الأوروبية الصينية، حيث أعرب الرئيس شي جين بين عن دعم بلاده للحوار بين موسكو وكييف، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي قد يستغرق سنوات للتعافي من عواقب الأزمة في أوكرانيا. رياضة الآن، ولحساب الجولة 6 والأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، يواجه سهرة اليوم شباب بلوزداد فريق الترجي التونسي بملعب رادز ابتداء من الساعة 10 مساء، فحظ موفق لممثل الجزائر في هذه المنافسة الإفريقية. مع اقتراب موعد ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، تعيش الباهية في أجواء العرس الرياضي عبر العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية، ومعها تحضيرات حثيثة لتكون وهران في مستوى الحدث. سليم اسكندر. كل شيء سطر في أدق التفاصيل لجعل من هذا الحدث منافسة أولمبية للأطفال نظمتها مديرية التربية لولاية وهران. تعلمون أن قطاع التربية في وهران في إطار النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية طول السنة في الجانب الرياضي في برنامج مع الاتحادية الوطنية للرياضة المدرسية، وفيه يعني عدة نشاطات وعدة عمليات وعدة مسابقات محلية وجهوية ووطنية. هذا المشروع كان يراودنا منذ مدة من الزمن، والحمد لله استطعنا اليوم بتجسيد هذه الفكرة في إطار تظاهرات الطبعة الأولى. كرة السلة، كرة الطائرة أو الركض، في جو تنافسي شارك أزيد من 80 تلميذ في هذا الحدث الرياضي الذي يسعى أيضا للترويج لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران. هذا الحدث أولمبياد المصغرة على مستوى المتوسطات ولاية وهران، وهي الدورة الأولى، هي البداية الأولى اليوم راهي في متوسطة فيزازي ميلود. هذه الألعاب راح تكون، هذه الأولمبياد راح تكون سفير إلى يوم إن شاء الله قدوم الألعاب البحر المتوسط. عجبتنا بزاف، وإن شاء الله نربحوا، إن شاء الله يديروا بنا بزاف مسابقات. أقل من 100 يوم تفصلنا عن انطلاق ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ووهران تواصل في الاحتفال بهذا العرس الرياضي عبر العديد من التظاهرات الثقافية والرياضية. بهذا نصل إلى ختام النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ الشعب الجزائري بحلول شهر رمضان الفضيل، ويدعو إلى تعزيز أواصر التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع والالتزام بأخلاقية الصوم واحترام البروتوكول الصحي في الفضاءات العمومية. وفي نفحات شهر الخيرات، دعوات إلى الالتزام بالسلوك الصائم والتحلي بخلق الرحمة بعيداً عن الإفراط والتبذير. وعبر الوطن، بيوت الرحمن تفتح أبوابها لجموع المصلين لأداء صلاة التراويح.
وتابعنا في النشرة جهود تتضاعف لكسر جميع محاولات احتكار السلع والمضاربة في الأسعار، ومذبح عصري بأدرار، واستحداث بيوت بلاستيكية إضافية لزيادة الإنتاج الفلاحي بيتي بازا. نجاح أول عملية لاستئصال الأورام السرطانية على مستوى الرئة بتقنية المنظار بالمؤسسة الاستشفائية مصطفى باشا بالعاصمة. بهذا نصل إلى طي أوراق النشرة. السلام عليكم.